اطمنوا، اعلام السامسونج الحقيقه بيقول لكم اطمنوا، حتى لو اسرائيل دخلت محور فيلادلفيا هتبقى بره حدودنا، عملا بالمبدا الجحاوي، مبدا جحا، النار ماسكه في الشارع مش مهم طالما مش على سريري. انا بس عم بحوره يعني. الخطر في السودان في نهاية 23 جاي في نفس الوقت مع اشتعال حدود مصر الشرقية. يا جماعة في مخطط مقصود، المنطقة بتغلي، دولة زي مصر بقت الشرق محور فيلادلفيا وإسرائيل والضرب في غزة، الجنوب السودان وقوات الدعم السريع واللي بتعمله، الغرب قاطع طريق زي حفتر. دي بقت مصر كده دلوقتي. الحقيقة حدود مصر كلها مشتعلة، من الحدود الشرقية بعد تصعيد إسرائيلي على محور فيلادلفيا على حدود سيناء مباشرة. لكن النظام عندنا مش غريب ولا حاجة، كل ما بيحدث بيحصل حدث المفروض يطلع يرد بشكل رسمي، لكنه بيتكشف ونلاقي أغرب حاجات بنسمعها عن طريق خبراء بيجوا في اعلام السامسونج بتاعه، يطلع على طول يردح وخلاص، زي التسريبات اللي انتشرت عن اسرائيل عايزه تحتل محور فيلادلفيا اللي هو على الحدود مع مصر. فطلع الاعلام بتاعنا يقول لك ده خط احمر وما يقدرش حد يقدر يخش البتاع ده المحور ده. اسمع الاستاذ اسامه كمال كده. اسرائيل مش من حقها انها تفرض امر واقع بتغيير اي بند في الترتيبات والملاحق الأمنية اللي متفقة عليها مع مصر من غير ما يحصل تنسيق أمني، حتى يعني أن إسرائيل تبقى عايزة تسيطر على محور فيلادلفيا لفصل قطاع غزة عن مصر، ده مش هيحصل. ممكن تدفع 1,200,000 فلسطيني في رفح أن هم ينزحوا ناحية سيناء أو أنها تعزلهم عن العالم، ده بالنسبة لمصر خط. أنا شخصيا بحترم الأستاذ أسامة كمال جدا، أنا بقى لازم أقول المقدمة دي عشان عايز أقول حاجة يعني بجد، مش بها مش بها مش يعني هو راجل له طريقة في الإعلام وقورة يعني، لكن مسكين مسكين، لأنه ده مش نظام يحترم كفاءات إعلامية، ده نظام محتاج بغبغانات. عارف البغبغان؟ كان عندي بغبغان غلباوي بنص لسان. بص على الفيديو ده كده، بص عليه كده، بص على عينين الأستاذ أسامة كمال، هتلاحظ حاجة في عينيه غريبة قوي، بيقرأ من الأوتوكيو. العب الفيديو ده ثاني كده، ركز بس قبل الفيديو، ركز على عينه، يحرك جسمه كله بس عينه ثابتة، يحرك كل الجسم بس عينه ثابتة. ركز 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 على عينه، العب الصوت بقى، العب الصوت العب الصوت. حتى يعني ان اسرائيل تبقى عايزه تسيطر على محور فيلادلفيا لفصل قطاع غزه عن مصر، ده مش هيحصل. ممكن تدفع 1,200,000 فلسطيني في رفح ان هم ينزحوا ناحيه سيناء او انها تعزلهم عن العالم، ده بالنسبه لمصر خط احمر. لو شفت اي فيديو تاني للاستاذ اسامه كمال بيرتجل من ذهنه، هتلاقي عينيه بتتحرك شمال ويمين وبيحرك كده، لكن يا عيني هو يحرك جسمه كله بس بقبق عينيه ثابت، لانه ده نص لازم يقراه. النص اخره ايه؟ ان ده خط احمر. يعني ده خط احمر. طيب دي رساله، فيعمل لك يجي لك رساله تانية مختلفه، زي اللواء او الفريق اول او الجنرال سمير فرج الجاهل. انا بقول عليه الجاهل دايما، لان انا سمعت من حسن كامي قتلني ضحك، قتلني ضحك على سمير فرج. سمير فرج يقول لك لو نمله دخلت هيتحاسبوا، ولو احتلت اسرائيل محور فيلادلفيا يبقى بتخالف اتفاقيه كامب ديفيد. نسمع كده. تحديدا عملنا ايه في ال 14 كيلو دول؟ اطمن يا احمد، احنا على خط الحدود كلها مؤمنه تماما، والقوات المسلحة خدت أوامر من السيد الرئيس قائد الأعلى للقوات المسلحة يوم ما أعلن أن سيناء خط أحمر. اشتغلت القوات المسلحة على هذه المهمة واتخذت العديد من القرارات
والخطط والاحتياطيات، ما نقدرش نتكلم اكتر من كده. نعم. لان احنا بنقول، لكن نقول لمصر اطمنوا، جيش واعي وصاحي وقادر ولن يمس احد منه هذه الارض ابدا. ماشي يا معلم، كلام حلو اهو. انا شخصيا بايد الكلام ده، كلام الاستاذ اسامه كمال وكلام اللواء جنرال حرب فريق اول وفريق تاني ومنتخب سمير فرج. في نفس المداخله سمير فرج في انت سمعت عليه؟ هو اطمن يا احمد وسياده الرئيس قال وسياده والنبي لا سمعك الكلام ده تاني، بس ركز معاه، ركز معاه، اسمع الكلام ده تاني كده. تحديدا عملنا ايه في ال 14 كيلو دول؟ اطمن يا احمد. احنا على خط الحدود كلها مؤمنه تماما، والقوات المسلحه خدت اوامر من السيد الرئيس قائد الاعلى للقوات المسلحه يوم ما اعلن ان سينا خط احمر. اشتغلت القوات المسلحه على هذه المهمه واتخذت العديد من القرارات والخطط والاحتياطيات، ما نقدرش نتكلم اكتر من كده. لان احنا بنقول، لكن نقول لمصر اطمنوا، جيش واعي وصاحي وقادر ولن يمس احد منه. الله، ايوه بقى كده. الغريبه ان هو في نفس المداخله رجع قال لك اطمنوا، حتى لو دخلت اسرائيل محور فيلادلفيا مش هتبقى داخل حدودنا. وانت واخد حاجه، واخد باكتة اللي مع السيسي دي. اسمع، دخل الاراضي المصريه. لا يا حمي، حدودنا هي واضحه. نعم والله، لو 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 نمله دخلت هيتحاسب بعديها بثانيه. انما هنا ما زال داخل الاراضي الفلسطينيه اللي هي غزه. نعم، لو قرب الحته دي، ده على فكره المساحه دي كلها جوه امتار 500 متر، وهنشوف صوره بعد كده تقول لك قد ايه عرضها. عرضها المسافه دي كلها عباره، لو دخلها ما زال في فلسطين. نعم. وما زال في غزه. نعم. ولم يدخل الاراضي المصريه. ايوه، يعني هو ده خط احمر فيلادلفيا ولا ده ايه؟ ده نفس الكلام اللي قاله العميد عقيد اول فريق اول بالجيش المصري سمير راغب. ده نفس الكلام بالظبط اللي قال لك هم هيبلغونا ويقولوا لنا يا مصريين عايزين نحتل محور فيلادلفيا، فاحنا هنقول لهم احتلوه بس امنوا حدودنا. زي كده بالظبط. اسمع، ليه يحتلها ويخرج يعني يخالف الاتفاقيه، مع انه من الممكن مع الجانب المصري ان يعني يعلن تغيير في بنود الاتفاقيه ويحلها باتفاقيه بديله. مش اتفاقيه برضو، كلمه اتفاقيه غلط، يعني هو تعديل في احد الملاحق الامنيه. نعم. اللي هي في الاتفاقيه في البند الرابع بتشيل الملاحق الامنيه، الملاحق الامنيه قابله للتعديل. هو هيبلغ الجانب المصري يقول له انا عايز احتل ممر فيلادلفيا صلاح الدين، وهنا الجانب المصري هيكون رده ايه في الحاله دي؟ ياخد الجانب المصري هيكون رده ايه؟ هيناقش معاه، ولو الموضوع خدل وموافقه هيوافق. لا، واللجنه قبل كده كان بيقول محور فيلادلفيا لو اسرائيل قربت منه يبقى كده مصر بتعلن الحرب. الواد اللجنه التخين اللي دراعه قد فخد العجل ده قال كده، لو الجانب المصري لو دخله هيبقى كده مصر في حاله حرب وبتاع. انتوا فيه يا جماعه؟ ما ترسوا على حل يا اخوانا. ايه اهو الواد اللجنه ده، شوف دراعه قد فخد العجل. بص، على حسب جريده اسمها جيروزاليم بوست الصهيونيه، طلعت حذرت اسرائيل وقالت اوعوا تتحركوا في محور فيلادلفيا. ايه محور فيلادلفيا؟ بص، محور فيلادلفيا ده طوله 14 كيلو متر، وده قريب جدا من الحدود المصريه. لو اسرائيل عاوزه تهجر اهالي غزه لسينا، يجب انها تشتغل عسكريا لحد ما توصل لمحور فيلادلفيا ده، عشان تقعد تضغط على اهالي سينا لحد ما يروحوا عند الحدود المصريه. وساعتها يا سيدي مش هيقولوا لهم يعملوا ايه، الفلسطينيين هيلاقوا طريقه لاجتياز المعبر الحدود. فمصر قالت لا، اوعوا تفتكروا يا صهاينه ان حدودنا واقفه عند الحدود، لا، لو انتوا اشتغلتوا في محور فيلادلفيا ده والاليات العسكريه الاسرائيليه اشتغلت في محور فيلادلفيا، مصر هتعلن الحرب. وشك اوعى، وشك اوعى الوابور هب. اللي بيحصل ده محور فيلادلفيا خط احمر، ولو اسرائيل قربت منه مصر هتعلن الحرب. محور فيلادلفيا اطمنوا، اسرائيل ما تقدرش تقرب منه لان في اتفاقيه كامب ديفيد. عادي جدا محور فيلادلفيا لو اسرائيل احتلته هو فلسطيني، احنا مالنا ومال، ولا كان في حاجه. في واحد اسمه لويس باستير،
الراجل ده توصل ان اللبن فيه بكتيريا، واحنا عشان نعمل نخلص من البكتيريا اللي في اللبن نعمل البسترة على اسمه، يعني تسخين تبريد. ده اللي بيحصل مع المصريين، مع دماغ المصريين، اللي هو محور فيلادلفيا خط احمر يعني الحرب، ويعني محور فيلادلفيا عادي ده حدود فلسطينيه هم يحرسونه بعد كده. كده اسرائيل اسامه كمال خط احمر ولن يقترب، لا عادي جدا يقربوا عادي جدا، واحنا نعدل الاتفاقيات والملاح. انا متخيل المواطن المصري اللي متابع القصه دي ممكن تك 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 تك، عارف البينج بونج، يعني دماغ المصريين رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه، يعني كده عندك اتنين محسوبين على الجيش المصري بيأكدوا ان اسرائيل تقدر عادي جدا تحتل محور فيلادلفيا، وهنعدل لهم اتفاقية كامب ديفيد، ده احنا مش معاهم انها بتخالف اتفاقية كامب ديفيد، وعلى فكرة احنا هنوافق لما يدخلوا، المهم انها تحط قواتها على حدود سيناء وممنوع الاقتراب. شوف كده يقول له انا عايز احتل ممر فيلادلفيا صلاح الدين، وهنا الجانب المصري هيكون رده ايه في الحاله دي؟ ياخد في الجانب المصري هيكون رده ايه؟ هيناقش معاه، ولو الموضوع خدل وموافقه هيوافق. كلام مش مظبوط وكلام غير منطقي عسكريا، مش مظبوط خالص خالص. ولكن اذا حدودنا احنا هنا مفيش حد بيقرب لنا، ما حدودنا مؤمنه ولو دخل المنطقه الفيلادلفيا دي ولا زفت، دي ليست حدودنا. طيب. دي ما زالت هو داخل أراضي فلسطين. طيب. وأراضي غد. واثنين تانين أسامة كمال والوادي اللجنة اللي دراعه قد فخد العجل بيقول لك لو دخلوا محور فيلادلفيا خط أحمر ومصر هتعلن الحرب. ما ترسوا على حل يا أخوانا، هو أنتوا في إيه بالظبط؟ وبعدين سوري معلش يا كابتن سمير فرج، اسمه سمير فرج الاستاذ سياده اللي هو سمير خرج طالع يقول لك لا طمن، طب ما هم قتلوا قبل كده صف ضابط وقتلوا شويه وضربوا ناس في مصر في معبر رفح، وطلع وزير الخارجيه المسكين عامل زي الولايه راح كشف شعره عند السيده زينب ودست شمع ام هاشم، لو انا اشوف نتنياهو مفضوح في ضحكه اللحمه في السوق. اه والله طلع وزير خارجيه مصر يشتكي السي ان ان يقول لها وضربونا عند المعبر والله، وقلعونا البوكسرات عند المعبر، ضربونا 4 مرات وقتلوا مصريين واصابوا ناس، واحنا ساكتين، واحنا عشان احنا يعني ناس على قد حالنا وبتاع وغلابه يعني ضربوا فينا. والله طلع كده وزير خارجيه مصر، فطلع سمير فرج يفتح لا وطمانه الله لو حد هيعمل هنعمل في ايه يا معلم، ما ضربوك عادي عند المعبر يعني، ما خدوك ورا المعبر، مش خدوك ورا المعبر، مش ورا مصنع الكراسي، خدوك ورا المعبر ودعكوك وانت ما فتحتش بقك. الكلام ده جاي بالتزامن مع تصاعد الكلام عن تهجير سكان غزة، والموضوع ما بقاش مصريين بس اللي بيتكلموا فيه. اسمع كلام المحامي الكويتي عبد الله مرزوق اللي بيقول لك تهجير الفلسطينيين لسيناء او لمصر قادم لا محالة، بس اللي قاله بقى الأشد قال لك إن ده بالتنسيق مع السيسي. اسمع، قاعدين يقولون إن ما فيه تهجير وأنا ما زلت مصمم على كلامي. يا جماعة والله مسألة ما هي مسألة أني أحب مصر أو أكره مصر أو غيره، المسألة مسألة تحليل وواقع وقراءة، واللي أنا قاعد أشوفه وقاعد أقرأ فيه سواء في الصحف العربية أو الأجنبية أو المحللين اللي هم أساتذة لي. يا جماعة خلوكم مكان الرئيس المصري، أنت عندك خيارين، أما أن الدولة تنهار اقتصاديا أو أن يتم قبول تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ومن ثم يتم تهجيرهم إلى دول أخرى. الآن تقريبا الدين لمصر أكثر من 140 مليار دولار، ومصر عاجزة الآن على تسديد ديونها، والبورصة المصرية قاعدة تنخفض بشكل كبير جدا، والتعويم القادم جاي على مصر، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضا يفرضون سياساتهم على مصر، وفي ضرائب قادمة. مصر
الاقتصاد المصري الآن اللي راح يصير أن مصر يعني شبه احتجاجات راح تصير. الناس إذا ما قدرت توكل نفسها وتوكل عيالها خلاص راح تنزل الشارع، ما يهمها خلاص، مو قاعدة تأكل ولا قاعدة، ما 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 يهمها أنه يموت أو يحيى، هو أصلاً جوعان ميت من الجوع. أنت الآن عندك حلين، أما أن الدول الغربية تساعدك في الإصلاح الاقتصادي وأنك تعدي هذه الأزمة أو غيرها. حد يقول لك ده كلام كذب، والسيسي والجيش قالوا ما فيش، مش هنقبل أبدا، مش هنقبل تهجير أبدا. حلو، أنا مصدقك. طب أنت لما مش هتقبل تهجير بتساعد ليه في نزوح الناس في غزة؟ ليه مش بتقدم لهم مساعدات، حتى المساعدات الطبية؟ ليه قافل المعبر؟ ليه حاطط ظهر الفلسطينيين في الحيطة؟ لو أنت ما عندكش ومش قابل للتهجير، ساعد الفلسطينيين انهم يستنوا في ارضهم. النهارده الصحه في غزه جددت مطالبتها لمصر بفتح معبر رفح لنقل الاف الجرحى ودخول المساعدات الطبيه. اسمع الراجل بيقول ايه. كما ان الاليه المتبعه لخروج الجرحى للعلاج بالخارج غير مجديه وتساهم في قتل المئات من الجرحى، ونطالب بتوفير اليه جديده تضمن خروج 5000 جريح كأولوية أولى وبشكل عاجل لإنقاذ حياتهم. كما نطالب الأطراف كافة باتخاذ إجراءات فاعلة تضمن مراقبة تدفق المساعدات الطبية والإنسانية والوقود إلى كل مستشفيات قطاع غزة دون قيود إسرائيلية قاتلة لجرحانا ومرضى. أصبر بس، تكع الصبر. للأسف في خطة بدأت من فترة لحكاية غزة دي، بس خليني طول بالك. بس السيسي شريك في جريمة الحصار على غزة وبيساعد في التهجير القسري، الناس بتقول كده في التعليقات. قطيب ياسين: حقيقة لا أعرف كيف استطاع السيسي أن يقنع مؤيديه بأن معبر رفح مفتوح من الجهة المصرية، لكن المقاومة هي التي تغلقه من الجهة الفلسطينية. بالمناسبة هو اسمه ميناء رفح البري، أي أنه تجاري، أي أنه شريان حياة أهل غزة، والسيسي يغلقه بوجه التجارة، وهذا له اسم واحد، هو مشاركة في جريمة حرب. ولا يخدعنكم بالقول أنه أغلقه خوفا من تهجير الفلسطينيين، أصعب طرق تهريب اللاجئين هي المعابر. ثم كيف يستوي القول بأنه مفتوح مع القول بأنه مغلق خوفا للتهجير أو من التهجير؟ صاحب الحساب ده ياسر قال: 9000 شهيد في غزة قتلوا بسبب عدم توفر العلاج لهم، لو توفر لنجوا. هذا الرقم أعلن عنه المكتب الإعلامي الحكومي رسميا، لكنه يخبرنا بشكل واضح أن إغلاق مصر لمعبر رفح ومنع دخول العلاجات اللازمة وإسعاف الجرحى كان عاملا أساسيا في قتلهم إلى جانب الاحتلال. افتحوا معبر رفح ووقفوا الحرب. صاحب الحساب ده قال: رسميا غزة تعلن رقما 9000 جريح استشهدوا بسبب إغلاق معبر رفح بعد تدمير مستشفيات القطاع. 9000 شهيد كان بإمكان نظام العميل المجرم السيسي أن يسمح بمرورهم للعلاج، لكنه آثر أن يتركهم للموت. 9000 شهيد تركهم العالم للموت وهو يشاهد تدمير المنظومة الصحية وقتل الأطباء. علي بيقول: هذا التصريح يمكن تسميته بتصريح اللعنة. وزارة الصحة في غزة 9000 قتلوا بدم بارد بسبب عدم توافر العلاج المناسب لهم، ولو توفر لنجوا وبقوا على قيد الحياة. لعنة الخزي والتآمر والخزلان التي ستصيب كل من كان باستطاعته أن يفعل شيء وتقاعس، ليس الحكومات فقط بل الشعوب أيضا. في حد بيسألني بيقول لي: الأخ المحامي الكويتي اللي اتكلم من شوية اللي بيتكلم على أنه التهجير قادم لا محالة، وأنه عندك شعب مصري جعان مش لاقي ياكل وبالتالي هياخد مساعدات اقتصادية من دول أوروبية، في المقابل أنه يقبل التمن ده، تمن أنه يقبل تهجير الفلسطينيين. ده الأستاذ الكويتي قال كده. في حد محترم قال لي: طب هو الأخ الكويتي ده لغي أهل غزة خالص؟
يعني مش شايف أهل غزة هم عايزين إيه؟ أو متمسكين بأرضهم إزاي؟ أنا هجيب لك من الآخر بقى. الخطة دي شغالة من ساعة ما السيسي قال، واسمع مني الكلام ده عشان ده كلام يعني هو رأيي وأنا مسؤول عنه. مفيش حاجة بتحصل في المنطقة دي هباء. السيسي لما راح في 2017 قابل ترامب وقال له أن أنا هشتغل معاك على صفقة القرن، وبعد ما رجع عرفنا نتورط وأنه صرح بما لم يكن من الواجب أنه يصرح به، حكاية أنا هشتغل معاك يا ترامب على صفقة القرن. صفقة القرن الناس شافها قضية فلسطين، بس هي القصة مش فلسطين. صفقة القرن بدأت بزرع محمد بن سلمان في السعودية، ومحمد بن زايد في الإمارات، وعبد الفتاح السيسي في مصر، وعبد الفتاح البرهان في السودان. انت دلوقتي زي ما قال الأخ الكويتي ده، عندك جماعة فلسطينيين إسرائيل عايزة تخرجهم خالص من غزة. هو ده غاية منى إسرائيل، إن احنا نخرجهم من غزة. مين يقبلهم؟ المصريين. ليه يقبلوهم؟ لأن المصريين جعانين زي ما قال الأخ الكويتي ده، وعندهم أزمة اقتصادية وهيجي لهم فلوس تحل لهم الأزمة الاقتصادية. طب مين اللي جوع المصريين؟ السيسي. جوعهم إزاي؟ الراجل ده حضرات من ساعة ما جاء وهو داخل في مخطط مرسوم بعناية إنه مصر أولا تتورط في ديون ملهاش لازمة، كانت الدولة عليها 40 مليار، بقى عليها دلوقتي الرقم المعلن 160 مليار، هي أكتر من كده بكتير. أنا مع الدكتور محمود وهبة إن ديون مصر أكتر من كده بكتير، بس خليها 160 مليار. والدولار وصل النهاردة بقى بحوالي 55-40 قرش. ادي اللوحة اهي عشان بس ايه حضرتك ما تقوليش جبت منين الكلام ده، دي لوحة الذهب في مصر يا اخ بيبو، اتفضل. 55 جنيه 40 قرش الدولار وصل في مصر من 7 جنيه لما سيسي جاء الى 55 جنيه في السوق السوداء في الذهب اهو، والذهب الجرام وصل ل 3200 جنيه. إذا نحن أمام واحد الحقيقة جاي بعناية مركزة لتوريد دولة في ديون لا عائد من وراءها خالص، اللي سميتها الصحف الأجنبية حفر المال. وأنا قلت هنا قبل كده في دولتين راحوا أمريكا، البرتغال وأسبانيا وإنجلترا، البرتغال وانجلترا راحوا امريكا اول ما الراجل اكتشفها كولومبس، وعملوا عيد باسم كولومبس وهو عيد وثني اصلا. المهم يعني راحوا خدوا الذهب من هناك. بس شوف الفرق بين دولتين دول. البرتغال راحت جابت ذهب، عملت قصور ذهب وسرايات ذهب وحلل ذهب. انجلترا اخذت من امريكا مواد خام فدخلت الثورة الصناعية. البرتغال تخلفت تماما، مع انه السفن البرتغالية تعد اول سفن وصلت للمنطقة دي، او يعني من اوائل السفن. لكن بصوا الاثنين مشوا جنب بعض، دولة اخذت مواد خام عملت بيها الثورة الصناعية، ودولة اخذت ذهب عملت بيها اوض ذهب. النتيجة ان البرتغال تخلفت. ده اللي حصل في مصر بالظبط. أخذنا قروض ما عملناش بيها حاجة، عملنا بيها عاصمة إدارية، اشترينا بيها أكبر طيارة وأفخم طيارة ملكة السماء، عملنا قصور للانتصار وللسيسي ولولاد السيسي. الدولة دي تورطت في ديون مش تعرف تسددها ولا 70 سنة قدام. حلو. ده كان تهيئة المسرح، أو بنسميها إحنا اللقطة التأسيسية. ده تهيئة المسرح لتفجير قضية الفلسطينيين وترحيلهم من البلد. الشعب المصري بقى جعان، الدولار من 7 جنيه ل 55 جنيه. الشعب ده هيسدد ديونه امتى؟ هنا تتفجر قضية فلسطين، ويتم ترحيل الفلسطينيين، ويتعرض على المصريين
تمن الدم ده، تمن قتل 9000 شهيد ماتوا لأنهم ما تنقلوش. السيسي بيساعد في القضية بكل أشكال، واحد بنورط مصر في ديون لا طائل من ورقها ومش تسدد، اتنين انه يحاصر غزة ويحاصر الفلسطينيين في غزة فيموتوا، فلما يتعرض على المصريين فلوس عشان يدخلوا اهل غزة وماله. اذا المخطط بتاع فتاح السيسي كان بادئ من ساعة ما السيسي جه، من ساعة ما تولى سدة الحكم. يا راجل ده حتى المصريين اللي لسه عالقين على معبر رفح اللي عندهم الجواز السفر مش قادرين يرجعوا، مش قادرين يرجعوا. شوف المواطن المصري ده بيقول ايه كده، اسمع بيقول ايه. انا يا جماعه مش مجنس، انا مصري اصلا، مصري اكبر عن جد، مش اي قرايب في قطاع غزه، انا بس ماليش الا زوجتي الفلسطينيه بس، وهي انا جيت معاها عشان نحضر مناسبه هنا، كان فرح اخوها وللاسف قامت الحرب، ومن وقتها انا مش عارف اخرج، محدش مهتم بالحاله بتاعتي نهائيا، سجلت في كل الاماكن اللي قالوا عليها وللاسف الاسم ما بيطلعش، فما فيش قدامي، انا ما عنديش اي بيت هنا، ما فيش قدامي غير ان انا افضل نايم على باب المعبر. يعني انا بطالب المسؤولين ان هم يهتموا بالحاله بتاعتنا، لان يعني الاولاد بصراحه وانا كمان واحنا كلنا تعبنا من الوضع اللي احنا فيه. انا يا جماعه يعني تقريبا منقطع عن عملي اكتر من 90 يوم، فطب انا هخسر ايه اكتر من كده؟ كل الفلوس اللي معايا تقريبا صرفتها هنا، مش باقي معايا الا حاجات بسيطه يا دوبك هي اللي تقدر توصلني لحد البيت. من يوم الجمعه تقريبا ما نزلش اي كشوفات مصريه، واحنا مش عارفين ايه السبب كمان، ولما سالت واحد من المسؤولين بتوع المعبر الفلسطيني ان ايه السبب ان ما نزلتش كشوفات مصريه بقى لها 3 ايام، قال لي والله هي سفارتكم مش مدوره عليه، قال لي حاول تنسق معاهم بالمصاري عشان تخرج يعني، ده كان كلامه. قلت له ازاي يعني ده، يعني انا يعني واحد عايز اروح بلدي ادفع فلوس؟ قال والله هم ما نزلوش كشوفات بقى لهم 3 ايام بالسبب ده، لان في خلافات على موضوع التنسيقات، وان الفلوس اللي بيلموها كتير قوي، وان سعر التنسيق وصل لرقم كبير بيتعدى ال 1000 وال 2000 دولار. انا مش عارف بصراحه رد المسؤولين في مصر ايه. تخيل حتى المصريين اللي قاعدين في غزه يدفعوا فلوس يخشوا بلدهم. حصار شرس، حصار انتهازي، حصار موضوع له خطة. موتهم إسرائيل، تموتهم بالدنات وبالمدافع، والسيسي يموتهم بقطع المعونات الطبية أو الصحية، وحتى عدم استقبال الجرحى. 9000 واحد ماتوا كانوا ممكن يتنقلوا لمصر ويتعالجوا. حصار شرس، خطة. ولذلك أنا الحقيقة يعني مستغرب من أي لجنة أو من أي سيساوي دلوقتي، انت ازاي قابل كده؟ طب بلاش الفلسطينيين، يدي اكل الفلسطينيين يا راجل، ده احنا بنتضرب على معبر رفح. شوف الفيديو ده، اطلاق نار عند معبر رفح للمرة قد ايه. بص اتفضل اهو، العب الفيديو. There are major developments to the south in southern Gaza at the Rafah crossing with Egypt. Take a look at what happened just a few hours ago. Absolute chaos in the streets at that vital crossing where aid trucks come in from Egypt into Gaza. The crowds apparently so desperate to try to grab whatever aid they could get from the trucks at a situation where you have the entire population of Gaza with acute food insecurity, a catastrophic level of people who just don't have enough to eat. The desperation, the anger, the outrage growing, people becoming so enraged that they were trying to run from the trucks with whatever they could have in their hands. We don't know how that gunfire erupted or exactly who was firing the shots. We don't know if anybody was hurt or killed, but clearly, if this video doesn't underscore just how desperate the situation is inside Gaza right now, all you have to do is look and listen, Jim. صدقوني سيكشف الزمن يوما ما انه عبد الفتاح السيسي جاء لدور مرسوم بعنايه. هذا الدور رسمته الامارات مع امريكا مع اسرائيل لتدمير هذه المنطقه. حتى الدول اللي بعيده عن الموضوع ده خالص، زي مثلا الكويت، زي سلطنه عمان، سينالها نار. يعني لازم يتعلموا من التاريخ. الخونه ما بيدخلوش مكان الا لما يفسدوا كله، وده المطلوب.